السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكسجين ماتيماتيك دو لا دوزيام اني دونسينيومون كوليجيال انترناسيونال. دونك اجوردي نو افون لا باج 163. دونك اون كومونس بار ليكزيرسيس 13 ان اوتيليزون لا كالكولاتريس كومباري لي نومبر ا اي بي دون لي كا سويفون. المطلوب هو اننا كومباري يعني اننا غادي نديروا المقارنه بين الاعداد. دونك هنايا عندنا مثلا الا خدينا لو نومبر ا، لو نومبر ا هنا في هذه الحاله هو سيتان نومبر ديسيمال، هذا بي سيتان نومبر فراكسيونير. دونك اون كريتير فراكسيونير. دونك هنايا شنو خصنا نديرو باش نقارنو بيناتو؟ اذا غادي نستعملو الكالكولاتريس بيان سور باش غادي نديرو القسمه نتاع هاد العدد. هاد بي هذا هاد القسمه هاد الكسر شنو كيعني؟ كيعني ان يعني قسمه 2092 ديفيزي بار 17. اي غادي نديرو لا ديفيزيون، غادي نقدروا نديرو لا كومباريزون. دونك غنديرو لا ديفيزيون اون اوتيليزون la calculatrice. Donc c'est ma 2092 غادي نقسموها على 17. دونك كتعطينا واحد لو نومبر كي ني با فراكسيونير، كتعطينا 123.0588 etc. كتعطينا سكون نابيل ان نومبر راسيونيل. ديجا شفناه في لا بروميير ترونش. دونك هنا دابا غادي نجيو نديرو لا كومباريزون، غادي نجيو نديرو لا كومباريزون بين هاد جوج ديال لي نومبر. كيفاش غادي نديرو لا كومباريزون؟ غادي ناخدو هنايا على مستوى لا بارتي اونتيير سي لا ميم شوز. لاحظوا هنايا سي لا ميم شوز. دونك لا بارتي اونتيير عندنا بحال غادي ندوزو لا بارتي ديسيمال. على بارتي ديسيمال عندي 0.5 0.5، اذا حتى هنايا بحال، ولكن فين غادي يتجلى الفرق؟ الفرق بيناتهم غادي يكون على مستوى جزء الالف. دونك هنايا عندنا 8 وهنا عندنا 1. كيف شكون هو لو نومبر لو بلو غران؟ الا بغينا نديرو اون كومباريزون دابا لو بلو غران، هذا الشيء كامل غادي يعطينا بان ا اي بلو بيتي كو بي. علاش هنايا حسمنا لا كومباريزون؟ فوالا. هنايا بالنسبه للحاله الثانيه غادي نقارنوا جوج ديال الاعداد اللي هما بيان سور غادي نحولوهم بجوج. غادي ناخذوا ا وغادي ناخذوا بي وغادي نحولوهم على شكل قسمه. دونك عندنا ناقص 1086 ديفيزي بار 214 وهنا 1592 ديفيزي بار 3014. دونك هنا غادي نديرو لا ديفيزيون كيما درنا قبيله. دونك غناخدو الكالكولاتريس وغنديرو 1086 وغادي نقسموها على 214. غادي تعطينا موان 5، هنا الموان لابد خصو يبقى 0.74. نومبر راسيونيل، نومبر راسيونيل و بيان نومبر دابا تشوفوه السنه الجايه اللي هو ريال. دونك غادي نشوفو دابا الحاله الثانيه اللي هي 1592 ديفيزي بار 314 غتعطينا موان 5.0700. هنايا مازال مستمر الاعداد، هنايا عاوتاني 6 اكسيتيرا. دابا غادي نجيو نقلبو عاوتاني نديرو لا كومباريزون، نقارنو على مستوى لا بارتي اونتيير. عندنا لا ميم شوز 5 5، على مستوى لا بارتي ديسيمال عندنا 0.7 0.7. اذا فين غادي تكون لا ديفيرونس؟ في الكات هنا عندنا 4 وهنا عندنا 0، ولكن شكون اللي كبير؟ بيان سور خصنا نشوفو بان ولو هنايا كاين عندنا لو كات، هنا راه لو سينيمو
واخا هو هذا على مستوى على مستوى هو الكبير، لو انه عدم وجود لو سينما، ولكن حنا كنعرفوا بان الوجود ديال لو سينما كيقلب الايه. اذا نورمالمون لولا وجود لو سينما غيكون عندنا ا اي بلو غران كو بي، ولكن لوجود لو سينما غادي تقلب الامور، غادي يولي عندنا ا هو اللي اصغر من بي. داكور دونك هذا ليكزيرسيس نيميرو 13، غادي ندوزو ليكزيرسيس 14. La question A, donner la liste des entiers. La question bien entier. Les entiers, c'est-à-dire l'adad li ma fihach fasila ou ma fihach les entiers. Ma fihach fasila. Ma fihach sel moins. Naturel, y compris entre. Chnou katani y compris entre, c'est-à-dire le mahsoura beyna. يعني هنا غادي نقلبوا على الاعداد اللي هي صحيحه المحصوره بين هاد الجوج. اذا هنا الا بغينا نستعنوا بسكون نابي لا دروات غراديي، هنا كاين عندنا زيرو، هنا كاينه 4.5، وهنا كاينه 11.5. اذا لي نومبر اللي هما اونتي اللي كاينين هنا، كاين عندنا مثلا لو 5، كاين 6، كاين 7، كاين 8، كاين 9، كاين 10. إلا زدنا غادي ندوزو غنولي كاين 11 اكزاكتوم، كاين 11. إذن هادو هما لي زونتيي ناتوريل، كاين أعداد أخرى ولكن ني با اونتي ديسيمو. إذن هنا جوابا على هاد لا كيسيون غادي يكونو الأعداد هما، غادي يكون عندنا لو 5 نقطة فاصلة، 6 نقطة فاصلة مديروش الفاصلة، 7 نقطة فاصلة، 8 نقطة فاصلة، 9 نقطة فاصلة، 10 نقطة فاصلة، 11. علاش؟ لأن حنا مشينا حتى ل 11.5. دونك فوالا بالنسبة لهاد لا كيسيون. دوزو لا كيسيون بي، دوني لا ليست، عاوتاني خصنا نتمعنو في السؤال، دي نومبر اونتي ريلاتيف. شنو كتعني اونتي؟ شنو ريلاتيف؟ اونتي سيتادير 100، ريلاتيف يعني يقدر يكون موان يقدر يكون بلوس. داكوغ؟ دونك كل حاجة راه عندها المعنى نتاعها. دونك غنمشيو عاوتاني لا دروات غراديي، وغادي نحطو هنا لو زيرو، هنايا عندي موان زان، عندنا هنا موان دو، وهنايا جاية موان دو فيرغول ان، هي بلاصتها. ثم على الجهة الأخرى عندنا زيرو، ان، دو، تخوا، كاتر، سانك. إذن حنا بغينا الأعداد المحصورة بين موان دو فيرغول أن إي سانك، ولكن خصهم يكونوا دي زونتيي. إذن شكون هما بطبيعة الحال؟ كاين عندنا موان دو، موان زان، لو زيرو، أن، دو، تخوا، كات، هادو هما اللي محصورين. هادي هي لا ليست ديال لي نومبغ، هما اللي غادي نكتبو هنا. دونك عندنا موان دو بوان فيرغول، موان زان بوان فيرغول، زيرو بوان فيرغول، أن بوان فيرغول، دو بوان فيرغول، 3.4. فوالا لو 5 جاي في لا ليميت. علاش؟ لان هنا لاحظوا هنا دايرين قطعا، ما خصناش ندخلوا لو 5. نمشيو لا كيسيون سيفونت، دوني لا ليست دي نومبر اونتي، يعني اونتي 100 ريلاتيف بلوز او موان. اذا في هذه الحاله هاد التأطير هذا اللي عطاونا هذا خصنا نحولوه، ما يبقاش هكا لكي تسهل علينا العمليه كما شفنا في التمرين الاول. غادي نجيو غادي بي خصو يكون محصور بين ايش، غادي نديرو القسمه، يعني موان 5 سور 2 غتكون هي موان 2.5، و 6 ديفيزي بار 5 نقسموها ونشوفو شنو غتعطينا. غتعطينا 1.2، هكذا سي ميو. الا تعاملنا هكا غتجي صعوبه بالاعداد الكسريه، لان الاعداد الكسريه شويه صعيبه في التدقيق، ولكن الاعداد العشريه مزيان. دونك دابا غادي نجيو غادي نحطو زيرو هنايا، موان زان، موان دو، فين جات موان 2.5؟ اذا هذه هي موان 2.5. ثم الجهه الاخرى عندنا ان، وعندنا فين جات 1.2 هنايا، 1.2.
إذن شكون هما لي زونتي اللي كاينين بيناتهم؟ دابا حنا بغينا المحصور بين هاد العدد وهاد العدد. إذن شكون هما؟ كاين عندنا موان دو، كاين موان زيرو وزيرو والآن، لأن خصهم يكونوا دي زونتي ما فيهمش الفاصلة، وخص يقدر يكون فيهم الموان، وبالتالي جوابا على هاد لاكيستيون دونك عندنا موان دو بوان فيركول، موان زان بوان فيركول، زيرو بوان فيركول، أن. أون باس أ ليكزيرسيس سيو. Soit A un nombre rationnel tel que A entre 2 et 3. Encadrer les nombres suivants. Encadrer les nombres suivants, c'est-à-dire أننا حنا يعطونا واحد التأطير ديال A ولكن طلبوا مننا تأطيرات أخرى. غنبداو بالتأطير ديال A زائد 2. دونك إذا بغينا نأطرو A زائد 2 غادي ننطلقوا من التأطير اللي عندنا. التأطير اللي عندنا شنو هو التأطير اللي عندنا؟ عندنا A محصور بين 3 و 2، وحنا باغيين نأطرو A زائد 2. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن A زدنا ليه 2، كذلك هنايا هاد الـ A، هاد الـ A غادي نزيدو ليه 2، ولكن إلا زدنا الـ A 2 خصنا حتى الطرفين نزيدو لهم 2. يعني بتعبير آخر، زدنا الأ جوج حتى تأطير لي بورن ديال المجال زدنا ليهم جوج. هذا هو، وغادي نزيدو نحسبو غنلقاو لو التأطير نتاع أ بلس دو شحال كتساوي. إذا محصورة بين ياش؟ بين 4 و 5. دونك هذا هو لونكادرمون. كيسك جي في؟ جي أونكادري أ بلس دو. دونك غادي ندوزو لدوزيام أونكادرمون. قالوا لينا خصنا نأطرو A ناقص 1/2. إذن ضروري غنطلق من التأطير نتاع الأ. دونك عندي A إلي أنكادري أنتر 2 و 3، وهنا باغي نأطر A ناقص 1/2، ستادير غنقص هاد المرة، غادي نقص من A 1/2، ستادير A ناقص 1/2، 2 ناقص 1/2، 3 ناقص 1/2. كيسك جي في؟ إذا نقص 1/2 من جميع الأطراف. إذا دابا غادي ناخد ونكمل، لأن كاين ما يتحسب. غادي نوحد المقام بجوج، هنا المقام واحد غنضرب جوج جوج غتعطيني 4 ناقص 1، هنا المقام واحد غنضرب هنا جوج جوج تعطي 6 ناقص 1، وفينالمون أ ناقص 1/2 التأطير نتاعها هو 3/2 و5/2. دونك كيسك جي في؟ جي أنكادري، كيسك جي أنكادري؟ أ موان أن دومي. دونك غادي نمشيو للحالة الأخرى، 5A خصنا نأطرو 5A. إذن أكيد عاوتاني خصنا نطلقو من التأطير نتاع A. عندنا A محصور بين 2 و 3، أنا كنشوف هنايا 5. شنو درنا لأ؟ كان أ بوحدو معزول وزدنا ليه ضربناه في 5. إذن هادشي اللي غادي نديرو، غادي ناخدو المجال كله هذا وغادي نضربوه في 5 كله، نضربو أ في 5 وجوج في 5، كلشي نضربوه في 5. إذن غتعطينا 5 مضروبة في الأ في الوسط، و3 مضروبة في 5، و2 مضروبة في 5. ستادير كيسك جي في؟ جي ملتيبليي بار 5 الأطراف كاملين ونحسب. غادي تعطيني هادي بار سامبليفيكاسيون كتعطينا 5A، هنايا غتعطينا 2 في 5 10، وهنا 3 في 5 15. إذن شنو درنا؟ أطرنا 5A. شنو بقى لينا تما؟ بقات لينا 2A زائد 1. دونك غادي نمشيو نأطرو 2A زائد 1. دونك 2A زائد 1، دونك اكيد عاوتاني غنطلقو من A عندنا محصور بين ياش 2 و 3. اذا هنا شنو كنلاحظو بالنسبه لهاد التأطير ديال 2A زائد 1؟
كنلاحظوا بان ضربنا الا في جوج الى حيدنا ا كمعزول عزلناه شنو غنلقاو راسنا ضربناه في جوج وزدنا عليه واحد. اذا هذا الشيء اللي غنديروا حتى حنا في هذا التقطير هذا غادي ناخذوا الا غادي ناخذوا الا عفوا وغادي نضربوه في جوج. دونك عندنا ا محصور بين جوج و ثلاثة يعني غادي ناخذوه ونضربوه في جوج وغنضربوا كلشي في جوج. اذا غادي تعطينا جوج ا محصوره بين ايش جوج في جوج ستة دير ربعة وجوج في ثلاثة ستة دير ستة. واش كملنا؟ لا مازال خصنا نزيدو واحد. غناخدو عاوتاني جوج ا وغادي نزيدو ليها واحد وعاوتاني هنا نزيدو واحد وهنا نزيدو واحد ونشوفو في النهاية شنو غادي نلقاو. كانت عندي هنا ستة وهنا ربعة اذا زدنا الواحد في كل طرف وفي النهاية غادي نلقاو التأطير نتاع جوج ا جوج ا زائد واحد محصورة بين ايش محصورة بين خمسة وسبعة. اذا شنو درنا؟ اطرنا جوج ا زائد واحد. غادي نمشيو ليكزيرسيس سيو اكس اي ايغريك سون دو نومبر راسيونيل تلك. اذا هاد المرة عطاونا التأطير نتاع جوج عطاونا التأطير نتاع الاكس والتأطير نتاع الايغريك اون كادري وخصنا نأطرو. غادي نأطرو اكس زائد واحد على خمسة ايغريك ناقص واحد على جوج و ايغريك اكس زائد ايغريك. دونك غادي نبداو باكس زائد واحد على خمسة. اذا عندي التأطير نتاع اكس زائد واحد على خمسة. واش ناخد التأطير نتاع اكس هو اللي نستعمل ولا ديال ايغريك؟ بيان سور ديال اكس. اذا اكس محصور بين ثلاثة على خمسة واحد. إذن غنزيد واحد على خمسة لكل طرف كل جهة. إذن غنزيد هنا واحد على خمسة واحد زائد واحد على خمسة ثلاثة على خمسة زائد واحد على خمسة. إذن إكس زائد واحد على خمسة غتكون محصورة بين هنا المقام موحدة تعطينا أربعة على خمسة هنا المقام واحد غتعطينا خمسة على خمسة زائد واحد على خمسة ستدير ستة على خمسة. إذن هذا هو التأطير نتاع إكس عفواً إكس زائد واحد على خمسة. غادي نمشيو للتأطير الآخر إيكغريك ناقص واحد على جوج. غناخدو بيان سور دابا التأطير نتاع إيكغريك لأن حنا بصدد تأطير إيكغريك. عندنا إيكغريك محصور بين ناقص واحد على واحد وناقص واحد على جوج. غادي نطرحو ناقص واحد على جوج من كل جهة وتعطينا ناقص واحد ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج ناقص واحد على جوج. إذا نقصنا واحد على جوج من هنا ومن هنا ومن هنا. إذا غادي نستمرو إيكغريك ناقص واحد على جوج غتكون محصورة بين المقام الموحد هنا واحد غادي نضربو هنا في جوج وهنا في جوج غادي تعطينا ناقص ثلاثة على جوج. هنايا عاوتاني المقام موحد غتعطينا ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد وغادي نكونو أطرنا إيكغريك ناقص واحد على جوج. نستمر. إذن دابا عندي التأطير نتاع إكس بلس إيكغريك. غادي ناخد التأطيرات بجوج لأن داخلين فيهم إكس وإيكغريك بجوج. إذن عندي التأطير نتاع إكس التأطير نتاع إكس والتأطير نتاع إيكغريك وغادي ناخد التأطير نتاع إكس اللي هو ثلاثة على خمسة والواحد وهنا ناقص واحد وناقص واحد على جوج وغادي ندير بحال اللي كنحسب عملية حسابية ديال الابتدائي إكس زائد إيكغريك عفوا إكس زائد إيكغريك غتكون محصورة بين إيش ثلاثة على خمسة ناقص واحد وواحد ناقص واحد على جوج. كيبقى نحسب ونلقى التأطير نتاع إكس زائد إيكغريك. هنا المقام كاين واحد غنضربو في جوج غتعطي واحد على جوج. هنا المقام واحد نضرب هنا في خمسة وهنا في خمسة تعطينا ناقص جوج على خمسة. إذن أنا كنحسب هنا بسرعة حيت هادشي صافي تعودتو عليه في الدورة الأولى ديال الحساب الأعداد الكسري. غادي نمشيو ليكزيرسيس 17 أ إي بي سون دو نومبر راسيونيل تلك.
إذن عندنا عاوتاني التأطير لونكادرومون ديال أ ولونكادرومون ديال بي. أونكادري لي نومبر سويفون، إذن غادي نونكادريو أ زائد بي، ونونكادريو أ ناقص بي، و أ ناقص بي، جوج أ وجوج ناقص بي. إذن هنا غادي نحاولو دونك ناخدو التأطير، بغيت أ زائد بي غناخد التأطير نتاع الأ، التأطير نتاع الأ التأطير نتاع بي، ونجمع باش نلقى أ زائد بي. إذن عندي التأطير نتاع أ، أ بين واحد وربعة ناقص جوج وثلاثة، وغادي نجمع غتعطيني أ زائد بي، هنايا تعطينا ناقص واحد وهنا سبعة. إذن هذا هو التأطير نتاع أ زائد بي. دونك ندوزو التأطير الآخر، عندنا التأطير نتاع ناقص بي. إذن إلا بغيت نأطر أنا ناقص بي خصني ناخد بي، بي محصور بين ناقص جوج وثلاثة. هنا لاحظوا كاين واحد الجديد، أنا شنو باغي؟ باغي التأطير نتاع ناقص بي غنضرب الطرفين في ناقص واحد، غادي نضرب كلشي في ناقص واحد غتعطيني ناقص واحد في بي. دونك هنا نكتب دونك غتعطينا ناقص واحد في بي، ستدير ناقص بي وناقص واحد في ناقص جوج، ناقص واحد في ناقص جوج، وهنا ناقص واحد في ثلاثة. هنا غادي يوقع لينا واحد لو بروبليم، لاحظوا جيدا، أنا بغيت نشرحها لكم، ما بغيتش نعطي النتيجة. إلا درنا أنا النتيجة شحال تعطينا؟ ناقص واحد في ناقص جوج كتعطي جوج، وهنا ناقص واحد في ناقص ثلاثة كتعطي ناقص ثلاثة. واش هاد الشي معقول؟ غير معقول. علاش؟ لأن ما يمكنش ناقص ثلاثة تكون كبر من جوج، وبالتالي ففاش كنضربو في واحد العدد سالب شنو كنديرو؟ كنقلبو. هذا الشي كامل اللي درت أنا غادي نعاودو. علاش؟ لأن ليس صحيح. هنا غادي نضرب ناقص واحد في بي، ناقص واحد في ثلاثة غتجي لهنا، وناقص واحد في ناقص جوج غتجي هنايا. هنا غنكونو معقولين. علاش؟ لأن العدد السالب فاش كضربو في السالب كيطيح القيمة ديالو. هذا كان ثلاثة، ولكن ملي ضربناه في السالب طاحت القيمة ديالو، إذن غادي يولي ناقص ثلاثة، إذن خصو يرجع اللور. داكور؟ هذا كان ناقص جوج، كان صغير، ولكن ملي ضربناه في عدد سالب طاحت القيمة ديالو، إذن شنو غيولي؟ كبر. عفوا طلعت، اكسكيزي موا، دونك طلعت القيمة ديالو، وبالتالي فهذا هو التأطير نتاع ناقص بي. فدائما خصنا نتمعنو في الرياضيات باش ما نديروش لي زيرو. هذا الرياضيات كيبغي شوية ديال، ماشي الرياضيات يعني التعلمات، كتبغي شوية التمعن. دونك غادي نمشيو لأ ناقص بي، أ ناقص بي، باغي نأطر أنا دابا أ ناقص بي، يعني خصني أ التأطير نتاع الأ، التأطير نتاع الأ راه عندي بين واحد وربعة، هاو. و التأطير ديال بي أنا خصني التأطير نتاع ناقص بي، ما بغيتش أنا التأطير نتاع بي، التأطير ناقص بي يلاه عاد درناه هو هذا، غنحطو هنايا. إذن بالتالي التأطير نتاع ناقص بي غادي ناخدوه واجد، هو ناقص ثلاثة وجوج، وغادي نجمع. علاش غادي نجمع؟ لأن أ ناقص بي، شنو هي أ ناقص بي؟ هي أ زائد ناقص بي، وهنا غندير العملية الجمع، لأن أ زائد ناقص بي هي أ ناقص بي. إذن غتعطينا أ ناقص بي محصورة بين ياش؟ واحد ناقص ثلاثة وربعة زائد جوج. نورمالمون واخا نمشيو بالمراحل باش ما نحرقوش المراحل، هنايا أ ناقص بي هي أ زائد ناقص بي، وهنايا ربعة زائد جوج، وهنايا واحد زائد ناقص ثلاثة. داكو؟ دابا عاد ندوزو، هادي قلنا بأنها هادي هي أ ناقص بي، ها هي، غادي نعوضوها تعطينا أ ناقص بي محصورة بين ياش؟ واحد ناقص ثلاثة كتعطي ناقص جوج، وربعة زائد جوج كتعطي ستة. واش معقول؟ معقول. علاش؟ لأن ستة كبر من ناقص جوج. إذا دائما نبقاو نفيريفيو واش داكشي اللي كنديرو هو معقول ولا غير معقول. ندوزو للتأطير الآخر، هو جوج أ، دونك جوج أ، دونك جوج أ
شنو عندنا أ؟ إذن خصنا نحتاجو أ، غنحتاجو أ. إذن عندي أ محصور بين إيش؟ محصور بين واحد وربعة. إلا بغيت جوج أ نضرب كل شيء في جوج، إذن تعطيني جوج أ محصورة بين ثمانية وجوج. فوالا، إذن هذا جوابا على جوج أ. ثم عندنا جوج أ ناقص ب. إذن إلا بغيت جوج أ ناقص ب، ديجا أنا عندي جوج أ ها هي، وعندي ناقص ب غادي نحطها هنايا، راه هي هنايا هي فين درناها. دونك ناقص ب محصورة بين ناقص ثلاثة وجوج، وغادي نجمع غتعطيني جوج أ ناقص ب محصورة بين جوج ناقص ثلاثة ستة دير ناقص واحد، وثمانية زائد جوج يعني عشرة. وهكذا كنكونو أطرنا جوج أ ناقص ب انطلاقا من التأطيرات السابقة. دونك غادي نمشيو نشوفو لا كيستيون. مونطخي كو دو أ بلوس ثلاثة ب، واش بلوس ولا موان؟ دونك بلوس ثلاثة ب ناقص سبعة محصورة بين ناقص حداش بين ناقص حداش وعشرة. إذن هنا غادي ناخدو مساحة نديو معانا دونك ربما غنحتاجو بزاف ديال المساحة، غنجاوبو هنا. غادي ناخدو التأطير نتاع من نتاع الأ، وناخدو التأطير نتاع بي باش نبينو هاد الشي اللي قالو لينا. التأطير نتاع الأ هو بين واحد وربعة، وهنا ناقص جوج وثلاثة، وأنا باغي نأطر غادي نأطر جوج أ زائد ثلاثة بي ناقص سبعة. إذن غنحتاج جوج أ، إذن جوج أ غتكون محصورة بين إيش؟ بين جوج وثمانية. ثلاثة بي غادي نضرب هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة، تعطيني ناقص ستة وتسعود. نجمع ندير عملية الجمع، جوج أ زائد ثلاثة بي غتكون محصورة بين ناقص ربعة وسبعتاش. جمعت هذا مع هذا وهذا مع هذا، دابا غنزيد حداش أو لا باردون غنقص سبعة. إذن جوج أ زائد ثلاثة بي ناقص سبعة غادي تكون بين ناقص ربعة ناقص سبعة وسبعتاش ناقص سبعة. إذن جوج أ زائد ثلاثة بي ناقص سبعة غتكون محصورة بين ناقص حداش وعشرة، هو اللي قالوا لينا نبينو. دونك داكشي اللي طلبوا منينا أننا نبينو في التمرين. إذن غادي ننتقلوا للسؤال الآخر. شنو خصنا نبينو عاوتاني؟ خصنا نبينو بأن ناقص ثلاثة فوا أ ناقص واحد على ثلاثة ب محصورة بين ناقص ربعتاش وزيرو. إذن غادي نحتاجو التأطير نتاع أ عاوتاني، غادي نكتبوه هنايا. غنحتاجو التأطير نتاع الأ، دونك أ محصور بين كيمكن نزوهم هكذا داكوغ ماشي، دونك هما هادو فوالا هما هادو. إذن غادي نحتاجوهم دائما. دابا بغينا نأطرو غادي نأطرو نبينو بأن أ ناقص واحد على ثلاثة بي. إذن أ عندنا خصنا ناقص واحد على ثلاثة بي، ناقص واحد على ثلاثة بي غنضربو هنا في ناقص واحد على ثلاثة ولأني خصني نقلب، غتعطيني ناقص واحد على ثلاثة في ثلاثة وناقص واحد على ثلاثة في ناقص جوج. لاحظتو راني قلبت هذا هذا هو هذا وهذا هو هذا. دونك نشوفو شنو غتعطينا ناقص واحد على ثلاثة بي. ناقص واحد على ثلاثة بي غتكون محصورة بين ناقص واحد وجوج على ثلاثة. دابا غادي نجمع و أ مع ناقص واحد على ثلاثة بي. دونك غتعطينا أ ناقص واحد على ثلاثة بي محصورة بين واحد ناقص واحد ستة دير زيرو، وربعة زائد جوج على ثلاثة. ربعة زائد جوج على ثلاثة. دونك غادي نستمرو هنايا. إذن أ ناقص واحد على ثلاثة بي هنايا، أ ناقص واحد على ثلاثة بي غتكون محصورة بين صفر
وهنا عندنا واحد 3 في 4 12 14 على 3 14 على 3 شنو باقي لينا هنا؟ نرجعو خصنا نضربو كلشي في ناقص 3 باش نلقاو التأطير اللي طلبوا لينا. دونك الا ضربنا كلشي في ناقص 3 نعم ناقص 3 غتعطينا ناقص 3 مضروبه في 14 على 3 وهنا ناقص 3 فوا ا ناقص 1 على 3 بي ولهاد الجي غتعطيني ناقص 3 في 0 ستدير 0 لان هذا خصو يرجع لهنا وهذا خصو كما قلنا فاش كنضربو في السالب. اذا هنا غتعطينا ناقص 14 وهنا ناقص 3 فوا ا ناقص 1 على 3 بي وهنا 0 وهذا الشيء اللي طلبوا لينا الا رجعتو غادي تلقاو هذا هو اللي طلبوا. اذا غادي نمشيو ليكزيرسيس سيو دونك هنايا دونك هنا التمارين مازالين عدة التمارين غنمشيو للتمرين 18 اون فيرم على فورم دان ريكتانجل ان واحد الفيرما على شكل مستطيل لا لارجور نتاعها هي هادي الير كومبريز اونتر وهذا التقطير نتاع مساحتها التقطير ماشي مساحتها التقطير لا كيسيون ديتيرميني لونكادرومون ديال سا لونغور. اذا حنا عندنا شنو اللي عندنا مؤطر المساحه نتاعها دونك لا كيسيون ا المساحه نتاعها محصوره بين شكون اللي كبير 87000 ولا 93000 87000 هي الصغيره اذا محصوره بين 87500 و 93750 هذه مساحتها. وحنا شنو كنعرفوا المساحه المساحه ديال الريكتانجل شنو هي المساحه ديال الريكتانجل هي لا لارجور لا لونغور فوا لا لارجور سيتادير لا لونغور فوا لا لارجور محصوره بين 87500 و 93750 غادي نقسمو على لا لارجور لان لا لارجور عندنا فوالا لا لارجور عندنا اذن لا لونغور علاش كنقلبو لا لونغور غتكون محصوره على ياش محصوره بين 87500 على لا لارجور و 93750 على لا لارجور يعني قسمنا الاطراف كلها على لا لارجور يعني كنا قسمنا هنا على ال وقسمنا هنا على ال وقسمنا على ال هنا مشات ال مع ال بقات لي لا لونغور وبالتالي دابا لا لونغ لا لارجور عندي اذا جو في رومبلاسي بار لا لارجور اذا لا لونغور غادي تكون محصوره بين ايش 87500 على 250 وهنا 93750 على 250 عوضت لا لارجور باش نلقى التأطير نتاع لا لونغور. دونك غنديرو عمليه حسابيه ديال 87500 مقسومه على 250 اذا كتعطينا 350 وعندنا الى قسمنا 93750 على 250 غتعطينا 375 إذن هذا هو لونكادرومون اللي طلبوا لينا تأطير نتاع لا لونغور انطلاقا من لا سيرفاس ولا لارجور داكوغ. إذن غادي ندوزو ليكزيرسيس سيفون اون ديدوير لونكادرومون دو سون بيريمتر تخي بيان. إذن هنا طلبوا لنا اننا نقلبوا على لونكادرومون ديال بيريمتر البيريمتر شنو هو البيريمتر البيريمتر هو ال غران تيل بلس بيتي تيل فوا 2 ا فوتر افي واش غادي نبداو ب ال لا لونغور ولا نبداو بلا لارجور خصنا نبداو بلا لا لونغور لان لا لونغور هي اللي عندنا كتاطير اذا غادي ناخذو ال لونغور لا لونغور ديجا لقينا التاطير محصوره بين ايش 350 و 375 غادي نزيدو عليها ال غنزيدو عليها بتيتيل يعني وفاش كنزيدو عليها بتيتيل سيتادير غنزيدو شحال غنزيدو 250 375 غنزيدو عليها 250 لان بتيتيل معطيه لنا في المعطيات هذه راه ديجا كاينه في المعطيات هاي. دابا غادي نضربو في جوج غتعطينا ال باردون غتعطينا ال بلس ال فوا 2
350 زائد 250 كتعطينا 600 ونضربوها في جوج. عاوتاني 375 نجمعوها مع 250، 375 زائد 250 كتعطينا 625 نضربوها في جوج. 625 في جوج سيتادير لو بيريمتر. دابا هذا هو البيريمتر، دابا راه حنا كنأطروه، دونك هذا هو البيريمتر. غنحيدو هذا الشيء كامل ونعوضوه ببي. إذن بي غادي يكون محصور بين ايش؟ بين 1200 و 625 غادي تكون هي 1250. دونك هذا هو لونكادرومون ديال البيريمتر. داكور سي انكادري لو بيريمتر بار دو زونتي سكسيسيف. دونك صافي انا هادشي لا كيسيون بي و سي راه درتهم بجوج. داكور هو في البدايه طلبوا لينا اونكادري لو بيريمتر. شنو هي اونكادري لو بيريمتر؟ يعني كيقصدوا لنا اونكادري لو بيريمتر يعني هو هذا. دونك هو بغاو اونكادري لو بيريمتر. دونك انا هادشي جمعته في مره، هادشي جمعته في مره، اونكادريت البيريمتر وحسبته ولقيتهم بين جوج اعداد سكسيسيف. داكوغ دونك هذا وهذا، ولهذا غادي ندوزو ليكزيرسيس سيف. لا كيسيون 19 كومباري لي دو نومبر راسيونيل ا اي بي دون لي كا سويفون. دونك كومباري ا اي بي دون لي كا سويفون. دونك هنايا اون كومباري سيتادير شكون كبير شكون صغير. دونك كومباري سيتادير خصنا نعرفو شكون لي كبير في هاد الاعداد شكون لي صغير. دونك عندنا عندنا بي. هنايا عندنا ا كيساوي جوج زائد بي، يعني بحال اللي كنقارنوا دابا ياش كنقارنوا بي مع بي زائد جوج. داكور دونك هنا غادي نحاولوا نفهموها غير بشويه. دونك عندنا هنا شكون كبير، غادي نقولوا اون كيس كنا اون بي بلس 2 سوبيريور ا بي. لا احد يناقش هذه. واحد العدد الا زدتي عليه جوج راه غادي يكون كبر من العدد اي حاجه زدتي عليه. دونك وهنايا عندي انا بي، لاحظوا هنايا بي بلس 2 راه كيساوي ال ا. داكوغ ومن هنا غادي نعوض انا بي بلس 2 باش بال ا، وبالتالي غنلقى ا سوبيريور ا بي. لا ميم شوز عاوتاني هنايا عندي عاوتاني جوج ا، جوج ا ايت انفيريور ا جوج ا ناقص 21. عندي جوج ا كعدد، راه جوج ا الا نقسمنا 21 واحد العدد تقسمنا 21 غادي يكون صغر من داك العدد. اذا عاوتاني من هنا غنقولوا اون عندنا جوج ا صغر من جوج ا ناقص 21، وعندي انا هنايا هاد جوج ا ناقص 21 كيساوي جوج بي. إذن جو في رومبلاسي عاوتاني، إلا رومبلاسيت غادي نلقى جوج أ إت انفيريور أ جوج بي. نقسم كلشي على جوج غادي نلقى أ صغر من بي، لأن لوبجيكتيف في هاد التمرين هو نلقاو شكون بين أ و بي شكون كبير. هنا لقينا بأن أ كبر من بي، هنا لقينا أ صغر من بي. كل حالة شنو كتعطي؟ دونك نمشيو للحالة الأخرى، عندي أ ناقص بي صغر من ناقص ثلاثة. دونك عندي ا ناقص بي اصغر من ناقص 3، يعني ان ا اصغر من بي ناقص 3. يعني ا
أصغر بناقص 3. لاحظوا هنا شو الرياضيات بناقص 3 راه بكبر منا. عندي إلا كانت عندي بناقص 3 راه بي غتكون أكبر، وهنا يعني بي كبيرة بزاف على. وبالتالي أنا لقيت بأن بي هو اللي هو اللي صغير على هو اللي صغير على بي. هادشي شي شويه غادي يدوخ بعض التلاميذ، ولكن هذا تمهيد للرياضيات ديال السنه الجايه ان شاء الله. دونك عاوتاني عندي ا ناقص بي، يعني نرجع بي لهاد الجي غتعطيني بي زائد 1. وبنفس الطريقه عندي بي زائد 1 بي راه صغر منا، ا كبر من بي زائد 1، وبي اكيد غادي تكون صغر من بي زائد 1. وهنا لقيت داكشي اللي بغيت ا راه اكبر من بي. الا شفت هاد النظره هكذا غادي نلقى بان ا اكبر من بي. وهنا اثرت انا لقيت، اذا في كل حاله احنا لقينا دونك لقينا لونكادرمون. دونك غادي نحبسو هنايا ونخليو لي زوتر اكزيرسيس بور لا بروشين فوا لكي لا يطول علينا هذا الفيديو هذا. إذن موعدنا مع حصة قادمة بإذن الله.